الوصول للنهائي كان حلم بالنسبة لكل التونسيين. قبل المباراة هذيك، قبل مباراة النهائي ضد المنتخب المغربي، كان الشيء الممتاز والشيء الجميل والشيء الرائع، بلد كاملة يعني كل التونسيين 12 مليون تونسي كانوا وراء المنتخب التونسي، 12 مليون تونسي كانوا يترقبوا في كافة تلك المباراة. ملعب رادس كان فيه خليني نقول 50,000 تونسي أو أكثر شوية من 55,000 تونسي، لكن كانوا موجودين فيه، ولا واحد، الناس كل موجودة وراء الشاشة تشاهد المباراة وترقب في تلك المباراة، لأن المنتخب التونسي قبل البلاء الحسن في الأدوار النصف النهائية ودور الربع النهائي لعب ضد منتخبات كبيرة جدا، منتخب السنغالي والمنتخب النيجيري. قبل بداية هذه الدورة ولا حد كان يتوقع أن المنتخب التونسي ممكن يوصل للدور النهائي، لكن الحمد لله المولى سبحانه خدمنا، معنا عملنا شغل على مستوى عالي جدا. تحضيراتنا بدأت من قبل سنة تقريبا البطولة الإفريقية هذه، والمولى سبحانه وتعالى توفقنا. كنا متخوفين شوية نوعا ما من ليلة المباراة وفي تحضير هذه المباراة النهائية، لأنه كانت هناك أجواء احتفالية سابقة التتويج، وتعرف لما تكون هناك أجواء احتفالية تحاول تبعد اللاعبين هذو من الأجواء الاحتفالية هذه وتخليهم مركزين على مباراتهم ولا شيء على مباراتهم. ومش شيء اللي أنا قلته خاصة للملاعبين أنه ما سوينا ولا شيء، صحيح أنه وصلنا للدور النهائي، لكن إذا كنا فجوش بالكاس هذية ما عملنا ولا شيء، لأنه فما ناس سبقونا لعب الدور النهائي سنة 65 وما فازتش بالكاس هذية وما بقتش في التاريخ، بينما أنتم إذا كنت حابوا تبقوا في التاريخ لازم تفوزوا بالكاس هذي. أكثر من 60,000 متفرج في مدرجات ملعب رادس في هذا النهائي المثير والمشوق في نهائي مغاربي كما ذكرت بين تونس والمغرب. هذا زياد الجزيري، التدخل من نور الدين نيبت حتى الكرة في التماس. الاتحاد المغربي اعطى الفرصة للحارس السابق بادو الزاكي، درب الفتح الرباطي، الوداد، زلا، شباب المحمدية والمغرب الفاسي قبل الإشراف على حظوظ المنتخب الأول. عادل الشاد تواقل على اليسار من جوزيك ليتن يسدد وخالد فوهامي. الضغط موجود بدون أدنى شك، كل ما تتقدم كل ما الضغط يزيد، لكن قل شويه نوعا ما في الدور النهائي، وخفت كما قلت لك، معناها خفنا شويه نوعا ما من الاجواء اللي كانت موجوده حول المنتخب، الاجواء اللي ما كانت موجوده في تونس الكل، لانه كان الناس الكل كانت وراء المنتخب، الناس الكل كانت تتبع في المنتخب، والشغل الشاغل للشعب التونسي الكل في ذلك الوقت هو الفوز بذلك اللقب. مرفوعه من مهدي النفطي بالراس، مش نقول لك انه حضرنا ولا حضرنا سيناريو انه ممكن نسجله في بدايه المباراه، لا، يعني في تيلة تحضيرنا المباراه حضرنا كل السيناريوهات، نبهنا اللاعبين انه ممكن نسجله في بدايه المباراه، ممكن يتسجل لنا هدف في بدايه المباراه، لكن اهم شيء هو عدم فقدان التوازن، عدم فقدان معناها توازن التركيبه التكتيكيه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت، معناها بالنسبه للمنتخب التونسي لكره القدم جات كره عرضيه من مهدي النفطي، عرب معناها سانتوس كره راسيه ممتازه جدا، بعد ذلك معناها أثر علينا سلبا، خليني نقول أنا الهدف ذاك أثر علينا سلبا وتراجعنا شوية نوعا ما إلى الوراء بعد تسجيل الهدف ذاك، وخلينا المنتخب المغربي يأخذ علينا أسبقية في استحواذ على الكرة والوصول إلى المرمى متاعنا، الوصول إلى المرمى أبو بنيجل في ذلك الوقت، بعد ذلك معناها في الشوط الثاني تعدت الأمور. يوسف حاشي، حاتم الترابلسي، كريم حقي، طلعت في الأخير من راضي شعادي. قلت المنتخب التونسي العب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات رواندا، غينيا وجمهورية الكونغو، فاز في مباراة الأولى على رواندا 2-1، انتصار على الكونغو 3-0، وتعادل في مباراة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات الدور الأول مع غينيا 1-1، بينما المنتخب المغربي لعب ضمن منافسات المجموعة الرابعة مجموعة صعبة، فاز في المباراة الأولى على نيجيريا 1-0 بفضل هدف حاشي، هذه كرة سانتوس وخالد فوهامي، فرانسي لو ضد سانتوس، فرصة الهدف الثاني بعد تمريرة ممتازة من رياض المعزيزي، وذا وجه لوجه يا بدر العب سلام ودو، التسديد لم تكن قوية سالة بالنسبة لخالد فوهامي. التوصيات الخاصة كرويا هو أن نحاولوا معناها ما نفكروش كثير في التتويج هذا، نحاولوا نلعبوا مباراتنا
مباراه دور نهائي صحيحه، لكن نحاول نلعب الكوره بتاعنا اللي يلعب فيها الوقت ذاك المنتخب التونسي لكره قدم. طبعا توصيات كانت تكتيكيه انديفيديوال، معناها كل لاعب وحده بدون ادنى شك، كنت نجتمع انا شخصيا معناها انديفيديوال مع اللاعبين في ذلك الوقت، مهمات معناها مع الاجتماعات الفنيه مع كامل الطاقم الفني، مع التحضير معناها التكتيكي، لكن التحضير لهذه المباراه كان اكثر منه نفسي اكثر منه تكتيكي، لانه كنا نعرفوا تقريبا كل صغيره وكبيره على المنتخب المغربي لقبل البلاء الحسن في ذلك، واللي تعبنا في المباراه النهائيه بدون ادنى شك بعد 1-0 رجع علينا 1-1، لكن كنا افضل في تلك المباراه، كنا نستاهل الفوز. دوس سانتوس يحتفظ بالكره، دوس سانتوس توصل حاتم ترابرسي الحكم من دوي فلاح يترك اللعبه الاسبقيه، التوغل من زياد الجزير يرفع كور، الترويض من شادلي ساقط فوق المرمى، ممتازه كوره دارت مليح بين عناصر المنتخب التونسي، هذه الاعاده، التوغل من جزيري، التوزيع ترويض ممتاز من شادلي، باليمين يسدد باليسار ومرت فوق مرمى الحارس خالد فهامي، ترويض كان ممتاز من عادل الشادي لاعب ايستر الفرنسي، ترجع كرة الى نوردين نيبت الضغط من سانتوس افتكاك من سليمان عاشور، الحكم يخلي لعب تمشي لليمين، موجود زياد الجزير يا التوزيع، ترجع بالراس من عبد السلام ودو اخو عادل الشادي، ارجع في وسط الملعب النفطي قصيرة مع جوزي كليتو عادل الشادلي، تأخير كل اليمين حاتم الترابلسي، الترويض من الترابلسي لسليم بن عاشور، يطلب كرة في الرواق تمشي زياد الجزير يلعب قصيرة مع سليم بن عاشور، 1-2 الشادلي بن عاشور، سليم بن عاشور إلى حاتم الترابلسي، امشي الترابلسي أكرم الروماني العرقلة، المطالبة بمخالفة، الهدف هذاك أعطى المنتخب المغربي حره شويه نوعا ما، لان المنتخب المغربي في البدايه ما كانش يظن مع مدربه بدو زكي انه مش قادر باش يخلط الادوار النهائيه في ذلك الوقت، لانه كانت هناك مجموعه صعبه اللي جا فيها المنتخب المغربي وتاهل للدور الثاني وبعد ذلك وصل للدور النهائي، لكن الشيء اللي نجم نقوله انه الهدف اللي جاء في الدقائق الاولى باسم المنتخب التونسي حر اقدام اللاعبين المغاربه واصبحوا يلعبوا معناها احسن من المنتخب التونسي في ذلك الوقت. جوزي كلايتون معروف عنه تسديداته اليساريه مع سعود الشعيدي وحقي كليتون خطيرة، ترجع من فهامي، قلت معروف بتسديداته اليسارية جوزي كليتون، ضربة مرمى للمنتخب المغربي وإعادة لتسديدة جوزي كليتون كانت قوية، ترجع كما جاءت من خالد فهامي، تمشي الكرة لوليد الرقراقي متابعة من النفط، الرقراقي حاشي الرقراقي يسدد وموجود علي بومنيش يوسف حاشي، التسديد 1-2 الرقراقي سدد، جوزي كليتون ارفع كرة كليتون الى حقي وخروج خالد فهامي، رجع كرة بسرعة اكرم الرومان يرجع الى طلال القرقوري عبد الكريم القيسي، عبد السلام ودو يوسف حاشي، تمشي كرة عبد الكريم القيسي، حاشي اختير هذه الكرة، يوسف حاشي التوزيع، هدف التعادل، يوسف مختاري يرجع المباراة إلى نقطة الانتهاء. والله ما كناش ننتظروا فيه في ذلك الوقت بالذات، كنا نحبذوا معناها أنه نكملوا الشوط واحنا فايزين باش نعدلوا الامور شويه نوعا ما، خاصه من ناحيه تمركز اللاعبين، نحاولوا نرجعوهم معناها في الـ 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 في الـ الـ في المباراه، نحاولوا نقدموا البلوك نتاعنا معناها الى الامام شويه نوعا ما، لانه كما قلت تاخرنا بعد، لكن الحمد لله معناها التوصيات اللي كانت موجوده بين الشوطين والروح العزيمه اللي كانت موجوده عند اللاعبين هي اللي احدثت الفارق بدون ادنى شك. توسيعه من نفطي سانتوس كان دون رقبه سدد بالراس وغلط فهامي والاجابه بنفس الطريقه، توسيعه من يوسف حاشي، عبد الكريم القيسي، نور الدين نيبت، الاكرم الرومان تمشي كوره
يوسف المختاري، يوسف مختار أصبح يتحكم في اللعب فريقه ومنتخبه المغربي. مقطوعة من سليم بن عاشور، بن عاشور كرة خاطئة، وكان بالمنتخب التونسي تأثر بهدف المختار في دقيقة 38. هذه كرة التسديد من الشماخ، ترجع من بومريجل والبعاد من الشعيدي، حاتم الترابلسي أدخل المنتخب المغربي بهذه اللحظات، ترجع كرة مروان الشماخ، 1-2 يوسف حاجي والشعيدي موشور. هذه عادة لتسديدة مروان الشماخ، موجود جوسي كليتون، كليتون إلى دو سانتوس، الشادي سانتوس ودو. تحس أن المنتخب التونسي أفضل، صحيح معنا بعد ما سجلنا الهدف تراجعنا شوي، لكن تحس أنه بدنية المنتخب، الروح كانت أكثر، وأهم شيء الرغبة كانت أكثر عند لاعبي المنتخب التونسي لفوز بهذه المباراة. المباراة كانت متكافئة في الشوط الأول، خاصة بعد تسجيل المنتخب التونسي الهدف الأول، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل، يعني الفرص كانت أكثر للمنتخب التونسي، السيطرة كانت أكثر للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي قبل نهاية الوقت الأصلي والإضافة في هذا الشوط الأول، كرة طويلة، التسديدة بالرأس من حكي، الحكم يشير إلى ضربة مخالفة يبدو لي لمصلحة خالد فهام، مرفوعة من كليتون وبالرأس من حكي، لم تكن هناك مخالفة، بينما سوء تفاهم بين البوعسيزي وحكي. لو ترك البوعسيزي الحكي كان في وضعية أحسن. كرة طويلة، وفي هذه اللحظة مشاهدينا الكرام الحكم السنغالي انتهي فلا ما عملناش الانديفيديوال، عملنا زون ديفنس معناها في ذلك الوقت، معناها التغطية كانت متوازية بين كل اللاعبين، أهم شيء فكرنا فيه هو التوازن للخطوط الثلاثة، وخاصة أنه البلوك يكون قريب البعض، لأنه نعرف أن المنتخب المغربي عنده لاعبين عندهم مهارات فنية ممتازة جدا، يلعبوا مليح معناها باللمسة واحدة وباللمستين، ويحاولوا دائما يلعبوا ما بين الخطوط نتاعنا. هذا الشيء اللي ما خليناش المنتخب المغربي، خاصة في الشوط الثاني، خاصة بعد قبولنا الهدف، لأنه كان هوك خوف من اللاعبين، وشاهدنا هذا ولاحظنا بين الشوطين انه يخسروا المباراة، لكن الحمد لله اعطيناهم شحنة معنوية كافية ونزلوا في الشوط الثاني بروح ثانية. كانت مثيرة، ارتماء راسية كانت من يوسف المختاري، البقية الكرة في شباك علي بومريجل، وهدف التعادل لأسود الأطلس قبل نهاية الشوط الأول ب 7 دقائق تقريبا. جوزي كليتون يلعب كورة إلى زياد الجزيري وقبله عبد السلام ودو. أكثر شيء نبهنا منه هو عدم قبول هدف في بداية الشوط الثاني، لازمنا نكونوا معناها حذرين شوية نوعا ما، لأنه قبول هدف يخلي المنتخب المغربي يغير من ستايل نتاعه ويحاول يتراجع لوراء، صعب إذا كان تراجع لك لوراء باش تلقى مساحات، خاصة نحن عندنا في ذلك الوقت منا لاعبين يفضلوا مساحات كثير مثل الجزيري ومثل سانتوس، هذا مهم جدا. معنى عدم قبول هدف، ثم طلعنا البلوك شوية نوعا ما، هذه التوصيات التكتيكية، طلعنا البلوك شوية نوعا ما لأن كنا متأخرين، المدافعين نتاعنا كانوا تقريبا قريبين كثير من علي بونيج أو من منطقة 18 متر، حاولنا طلعناهم شوية ولينا بين قريبين أكثر لخط وسط الميدان أكثر من قريبين منطقة 18 متر، ثم حاولنا باش نعملوا ضغط أيضا في نفس الوقت على حاملي الكرة، خاصة على لاعبي خط وسط الميدان باش ما يمولوش المهاجمين اللي هما خطيرين في الخط الأمامي، مهاجمين المنتخب المغربي، مع استغلال، أهم شيء استغلال، معنا في أول كرة أول ما نفتكوا الكرة خاصة في خط وسط الميدان نحاولوا نلمسوا مباشرة زياد الجزيري ونلمسوا مباشرة سانتوس. من عبد الكريم القيسي، عبد السلام ودو، نور الدين النايبت، كرة طويلة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، كانت بعيدة الكرة، بعيدة على عبد الكريم القيسي، التغطية من نور الدين نيبت، يوسف حاشي، القيسي إلى مروان الشماخ، ترجع كرة من حقي مرة أولى ثم شعيد يلعب قصيرة، حاتم الترابلسي والتدخل، التدخل كان من أكرم الروماني، والكرة في التماس للمنتخب التونسي، حاتم الترابلسي للبوعسيزي، بوعسيزي قبله طلال قرقوري، تبقى لمصلحة المنتخب التونسي شوهر المناري إلى المحور، كريم حقي تمشي لجوزي كليتون، انطلاقة جوزي كليتون، جوزي كليتون يلعب قصير
واحتفظينا مع سانتوس، يمشي جوزي كليتون يسدد، ترجع من فوق زياد الجزيري، دقيقة 52 من المباراة. التعليمات كانوا أنه عدم قبول هدف معنا في بداية الشوط الثاني، لأنه عدم قدوم هدف ممكن يكون خسارة بالنسبة للمنتخب التونسي. شوية معناها حذر في بداية الشوط الثاني، بعد ذلك معناها ناخذه بزي من الأمور، لكن الهدف معناها عاوننا احنا، ساعدنا احنا كإطار الفني باش قدرنا عملنا معناها التغييرات التكتيكية اللي وقفنا بها معناها مفاتيح اللعب نتاع المنتخب المغربي، لأنه كنا مسيطرين، كنا أفضل معناها في تلك المباراة، والفرص كانت لنا احنا أكثر، وعنا معنا معناها لاعبين في ذلك الوقت معناها اللي كانوا قادرين يحضروا الفارق في أي وقت من الأوقات. في شباك خالد فوهامي، الرقراقي يرفع كرة ترجع بالراس مش عادي، أخو ياسم المختاري اختراق كرة مختاري قابلوا البوزيسي، التدخل من كلايتون يحط الكرة في التماس، أذخت منتخب المغرب، أذخت المنتخب المغربي. هو والله من الأشياء اللي معناها ذكرتني أنت، من الأشياء اللي أكدنا عليها بين الشوطين، هو العمل الدفاعي الجماعي بالنسبة لكل اللاعبين. صحيح أنه سانتوس، صحيح أنه الجزيري معناها نزعتهم الدفاعية يعني نوعا ما أقل من اللاعبين الأخرين، لكن طلبنا منهم باش يحاولوا يعاضدوا، باش يحاولوا أكثر معناها، خاصة بعد تسجيلنا الهدفين. حتى تشوف أنت التغييرات اللي عملناهم كانت تغييرات شوية دفاعية في ذلك الوقت، باش نحاولوا نحافظ على النتيجة، لأنه أهم شيء في ذلك الوقت هي النتيجة، أهم شيء في ذلك الوقت هو التتويج، أهم شيء في ذلك الوقت خاصة بعد تسجيلنا الهدف الثاني هو إيقاف زحف المنتخب المغربي، لأنه المنتخب المغربي باش يحاول يرمي نفسه الكل في الكل ويلعب الكل في الكل، وهذا الشيء اللي جاء، لأنه بعد الهدف الثاني جاونا عدة فرص كان بإمكاننا باش نضعفهم وكان بإمكاننا باش نضعفوا النتيجة، لكن التغييرات اللي عملناهم كانت تغييرات ممتازة جدا، عرفنا كيفاش معناها ناخذوا بها زمام الأمور، ناخذوا خاصة خط وسط الميدان، نوقفوا خط وسط الميدان المنتخب المغربي اللي كانوا على مهارات فنية عالية جدا يعني في الكرات البينية، الكرات خاصة في ظهر الدفاع، والحمد لله وفقنا المولى. يرفع كرة طويلة في اتجاه الشماخ، يبعد على حق الشماخ، يرجع كلايتون في توقيت مناسب، يحول الكرة لضربة ركنية، حول الكرة لضربة ركنية، تنفيذ خروج علي بومريشل، خروج علي بومريشل قبل نور الدين النابت، استلام كرة من حارس المنتخب التونسي علي بومريشل منذ دقائق في هذا الشوط الثاني. يوسف المختاري كرة طويلة بالرأس اختيرة فوق المرمى. اولا هو ممتاز جدا في الكرات العرضيه وفي الكرات العاليه، يعني معناه يقرا، عنده قرايه ممتازه جدا بالنسبه للكره العرضيه. وثانيا احنا كنا متاهلين، لانه لما يكون عندك مروان الشماخ في الخط الامامي تلعب كثير على معناها قوه هذا اللاعب، احنا كنا محضرين نوعا ما، كان عندنا لاعبين اثنين على مستوى عالي جدا معناها بالراس جعايدي وخالد بدره، خالد ما لعبش كريم حقي وخالد بدر لانه كان معاقب في 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 المباراه هذيك، خاصه اللاعبين هذوما الاثنين معناها كريم حقي، ومش من السهل انك تكون عمرك معناها 19 سنه او 20 سنه 19 سنه في الوقت هذاك وتلعب معناها نهائيات امم افريقيا وتلعب اساسي في مكان معناها، لانه في بدايه المشوار كان حاتم الطرابلسي مصاب وهو لعب كظهير ايمن كريم حقي في بدايه المشوار نتاع البطوله الافريقيه، وتعوض معناها كابتن الفريق خالد بدره في تلك المباراه، لكن الاثنين قبلوا البلاء الحسن والحمد لله استطعنا باش نفوز بالبطوله. الرقابه بالمناري على طلال القرقور يصعد في هذه الكره الثابته، مرفوعه الكره الركنيه في القائمه الثانيه، خروج بومريشن اعكس الهجوم الى حاتم الطرابلسي، حاتم الطرابلسي التدخل والحكم يشير الى ضربه مخالفه ضد نور الدين النيبت، والانذار الانذار لمحترف ديبورتيف لاكروني الاسباني نور الدين النيبت. يوسف المختاري عدل للمغرب في دقيقه 38، وزياد الجزيري سجل الثاني وهدف الأسبقية عماد المهذبي، تمشي كرة يوسف المختاري عبد السلام
الضغط من سانتوس يجبر الى العوده لحارس مرمى خالد فوهاب الى عبد السلام ودو. هذيك الشحنه المعنويه نتاع الجمهور بدون ادنى شك، لانه لما 55 الف متفرج ولا 50 الف يكونوا وراك ويكونوا يشجعوا فيك والكل كلهم معناها يصرخوا لفائده المنتخب التونسي بدون ادنى شك تعطي شحنه معنويه معناها جديده، ولو هناك ارهاق وهناك تعب وكانت مباراه الاخيره، لكن التعب الكل مباريات كلها في صوب، ومباراه الدور النهائي في صوب والتتويج في صوب، هذاك معناها الروح اللي كانت موجوده في تلك المباراه واللي كانت موجوده في النصف ساعه الاخيره وفي العشرين دقيقه الاخيره كلها معناها ترجع للمولى سبحانه وتعالى، وبعد ذلك ترجع للجمهور وتشجيع الجمهور. مختاري يمشي ترابلسي، حاتم ترابلسي، ترابلسي احتفظ بالكور الى بعدين المناري، سدد المناري، سدد فوق المرمى. ممكن انا اقول اذا كان دو سانتوس كان مش موجود ممكن كنا نلقاو صعوبات كبيره للفوز بالبطوله الافريقيه هذه، لانه يعني دو سانتوس في الوقت هذاك معناها احسن مهاجم موجود في تونس مع ديال الجزيري بدون ادنى شك، معناها تفاهم كبير تجانس كبير بيناتهم الاثنين، غيرنا الطريقه التكتيكيه لما جاء سانتوس، لانه يعني كنا نلعبوا تقريبا ب 4 2 3 1 4 3 3 في بعض الاحيان، نحينا معناها الجناحين ونلعبوا اثنين رؤوس حرب وصانع العاب، لانه يعني ولا واحد فيهم الاثنين قادر باش يلعب معناها على الاطراف، لازم تحاول تكيف معناها المنتخب نتاعك حسب امكانيات اللاعبين نتاعك، وهذا اللي صار بالضبط يعني قبل اشهر من بدايه الامم الافريقيه هذه. لكن سانتوس معناها من ابرز اللاعبين، شو فيصل ما فيش معناها راس حربه ما يهدرش، كل رؤوس الحرب اللي موجودين في العالم يهدروا، بس تسجل اهداف لازم تهدر اهداف. في النهايات الى حد الان مع الكاميرون امبوما التنفيذ من جوسي كلايتون، الكل واقف واربع دقائق كوقت بديل. حسب رأينا الشخصي كل اللاعبين يعني لعبوا مباراة بطولية، لعبوا مباراة على مستوى عالي جدا، يعني من لاعب رقم واحد علي بومناجر إلى اللاعب رقم 23، لأنه كنا 23 لاعب موجودين والكل معناها في المباراة هذه أو في كل المباريات أبلوا البلاء الحسن. في قبول الهدف الثاني رشح كورة لم تكن صعبة بعد تسديدة من كليتون أمامنا على الصورة، خالد فوهامي رشح أمام زياد الجزيري، وليد الرقراقي ارفع كورة ترشح من علي بومنيجل. أنصفتهم الكرة، أنصفتهم الكرة، الكرة أنصفت معناها للشعب التونسي، خليني نقول أكثر، لأنه يعني الشعب التونسي كان في حاجة في الوقت ذاك، الفرحة كبيرة معناها البسمة كبيرة، خاصة لأنه يعني مش من المعقول معناها بعراقة كرة القدم التونسية أنه المنتخب التونسي حتى ذلك الوقت ما عنده حتى بطولة أفريقية، وهي الوحيدة معناها إلى حد الآن، نتمنى أنه المنتخب التونسي يفوز ببطولات أفريقية أخرى، لأنه في إمكانه ذلك إذا كانت تضافر كل الجهود. والحمد لله أن المنتخب التونسي معنا فاز سنة 2004 بتلك الكأس الإفريقية. في عين المغرب المنتخب التونسي فوت فرصة قتل المباراة في الوقت المحتسب بدقاء، تدخل من شاور المناري والحكم يشير إلى ضربة مخالفة، استلام من طلال قرقوري. منتخب التونسي بعد ما خسر لقب في مناسبة 65 وخسر نهائي ضد غانا في تونس، اخسر النهائي الثاني في 96 في جنوب افريقيا، اطمح الى كسب النهائي الثالث 2004 في تونس. بينما المنتخب المغربي الذي تحول تونس من اجل اللعب التتويج، وفي هذه الاونه بالضبط الحكم السنغالي انتهى فلا مشاهدينا الكرام اعلن نهائي كاس امم افريقيا تونس 2004 بانتصار وتتويج المنتخب التونسي. احسن لحظات هي بعد تصفيه الحكم بدون ادنى شك معناها، والفرحه اللي كانت موجوده معناها عند كل الناس، هذيك معناها لحظات لا تنسى. في تاريخ اكثر من 60 الف متفرج في مدرجات ملعب رادس تابع هذا الفريق وسندوه منذ انطلاق هذه المسابقة، وفي الأخير منتخب نصور قرطاج اتمكن من التتويج على حساب المنتخب المغربي في مباراة النهائي 2-1. والله الذكرى اللي دائما تقعد في ذهني هي سجدة شكر للمولى سبحانه وتعالى مباشرة بعد المباراة اللي عملناها، معناها الجهاز الفني اللي كنا موجودين على دكة الاحتياط هذيك، وبعدين خلطوا علينا اللاعبين وسجدوا معنا نفس السجدة هذيك، تبقى معناها أحسن ذكرى بالنسبة لنا.